السلام عليكم، ازيكم؟ السنة تانية. النهاردة ان شاء الله هناخد الدرس السادس، صفحة 148. بيتكلم عن مجتمعنا يعمل، بيتكلم عن ان العامل او الموظف او اي وظيفة يا سنة تانية دايما جميع الوظائف بايه بتكمل بعض. يعني انا مثلا انا مدرسة، ما ينفعش اشتغل لوحدي، ينفع اشتغل من غير مدرسة، ينفع اشتغل من غير طلاب، ينفع اشتغل من غير بورد. فانا كمعلمه ما ينفعش اشتغل لوحدي، او كوظيفه ما ينفعش ابقى لوحدي. جميع الوظائف بتكمل بعض. يعني انا مثلا محتاجه للنجار، هيعمل لي ايه النجار؟ يعمل لي باب الفصل، يعمل لي التشير، الكراسي اللي في الموجوده في الفصل، البورد، كل ده انا محتاجاه. كذلك برضو جايب لك صوره النهارده، مثال اهو الخباز. هو الخباز ده محتاج لايه؟ ها، جايب لك واحد اهو صورة ماسك مثلا دي، يبقى محتاج وليكن لفلاح، عشان محتاج للأساس كمان، فلاح يزرع القمح، ومحتاج ان في سوبر ماركت او واحد بيبيع الدي عشان ياخد منه دي عشان يعمل منه الخبز. محتاج لايه تاني؟ ممكن محتاج لعمل الكهرباء، لان في مخابز بالكهرباء. محتاج لعمل بناء عشان يبني له اصلا المخبز. محتاج لطبيب عشان لو احتاج انه يتعالج. محتاج برضو ممكن لطبيب علشان يقدر يتعالج فيه عند الطبيب. محتاج لموظف بنك، هيجيب منين الفلوس والحاجات. محتاج للملابس عشان حد يعمله البدلة بتاعته او اللبس اللي هيشتغل بيه. فهنا يا سنة تانية ده الحل بتاع الصفحة. هنعمل الشبكة كده، عامل كهرباء، عامل بناء، طبيب، موظف بنك، عامل متجر ملابس. هنحل بنفس الطريقة دي. طيب نيجي في الصفحة اللي جنبها، صفحة 149. بيقول لك أضف إلى الخريطة الطرق والأنشطة التجارية في منطقتك. جايب لك المدرسة وقدامها سيارة، بيقول لك إيه الحاجات اللي موجودة حوالين المدرسة بتاعتك حسب اللي موجود في حوالين المدرسة بتاعتك. يعني مثلا العلامة اللي أنا رسمتها دي سنة تانية بتدل دي علامة إيه؟ فكروا كده، سنة تانية بتشوفوها فين؟ العلامة دي بتدل على ان هي في هنا صيدلية. انا عاملة السهم اللي فوق ده هترسم شمال جنوب شرق غرب بالاسهم، وتحط اماكن وترسم علامات زي مفتاح الخريطة. فاكرين مفتاح الخريطة سنة تانية اللي هو اللبني والازرق وكده؟ انا بقى مش هرسم الوان لبني وازرق بتاع الخريطة بتاعت مصر، لا، انا هرسم علامات بتدل على المكان الموجود حوالين المدرسه. يعني انا جنبي هنا في المدرسه شويه قدام في صيدليه، هرسم علامه الصيدليه. طيب في مستشفى، هعمل علامه المستشفى. في ورشه ميكانيكي، هعمل العلامه تحت واكتبها اهو زي ما انا حل كده سنه تاني، اهو علامه الصيدليه. ومحل البقاله، ترسم انت صوره سوبر ماركت في دماغك دوت. علامه الورشه الميكانيكي دي علامه المستشفى. هنكتب ونحل كده سنه تانيه في صفحة 149. انت لو يا سنة تانية لو عندك انشطة مختلفة تانية عايز تكتبها، اكتبها، ما ترتبطش بنفس اللي انا حلها. انا كتبالك نموذج، وانت لو عايز تعمل زيه اعمل، عايز تعمل حاجة مختلفة اعمل برضو. هنفتح مع بعض بقى الدرس السابع، المحصل والعميل. تعال نقرأ بقى كده، هنا عايز ايه؟ اقرأ حوار المحصل والعميل ثم اجب عن المسألة الرياضية باستخدام الجمع والطرح. اكتب اجابتك في خانة الاجابة. انا هفهمك هتعمل ايه سنة تانية وانت هتحل. جايب لك مربعين مقسومين ويقول لك الحوار. المحصل حسابك 75 جنيه. المحصل جاي بيكلم العميل وبيقول له حسابك 75 جنيه. العميل بيقول له تفضل ورقة نقدية، فاداله ورقة نقدية فقت 50 جنيه. الورقة في عندنا ورقة ب50، وورقتين نقديتين فقت 20 جنيه، يعني اداله 20 و20. هل هذه النقود تكفي؟ انت هتعمل ايه بقى في خانة الاجابة دي يا سنة تانية؟ هتكتب 70 جنيه، وتكتب 50 و20 و20. هنجمعهم 20 و20 كام؟ شطار، 40. 40 و50 كام؟ 90. طيب هو حسابه كام اصلا؟ 75. هيكفي 90 اخد منها 75؟ هتكفي، شطار يا سنة تانية. طب تحت بقى جايب لك المحصل. نعم، اجمالي ما معك، ها احنا قلنا معاك كله كام؟ 50 و20 90. هنكتب هنا 90. طيب سأعطيك الباقي. العميل حسنا كم ستعطيني؟ الباقي كده كام؟ لو هو اداله 90 وهياخد منها 75، هيتبقى كام؟ ها 15. شطار يا سنة تانية.
فهنكتب المحصل تحت 15 جنيها. شكرا. اهي سنة تانية انا حلتها فوقها، كتبت 75 جنيها وكتبت 50 جنيها وعشرون وعشرون، جمعتهم طلع 90. 90 ناقص 75 اللي هو المفروض هياخده المحصل طلع 15 جنيه، واكتب تحت 15 جنيه. طيب في الصفحة اللي جنبيها سنة تانية جايب لك أشراء والعمليات الحسابية، تعاون مع زميلك لتمثيل حوار في متجر. هنتعاون مع زميلنا مع أخونا في البيت ونقول ونجيب مثلا عيش ونجيب تيشيرت ونجيب مثلا طبق فيه خضار مكعبات وكتب. العيش ب8 جنيه والقميص الرياضي ب50 جنيها والخضار للسلطة 15 جنيها والمكعبات 22 جنيها والكتاب بكام؟ ب10 جنيه. يجب أن أدفع. ضع دائرة حول ما تشتريه، يعني مثلا حط دايرة على الخبز، حط دايرة على التيشيرت، وحط دايرة عن ايه السلطة. طيب تعال نجمعهم كده يا سنة تانية. يا سنة تانية انا حطيت دايرة على الخبز والقميص والايه والسلطة. طيب تعال نجمع كده، يعني اجمع معايا 8 جنيه زائد ال50 كام؟ 58. شطار. طيب 58 و15 كام؟ ايه سنة تانية 73. شطار. طيب انا عايزة اخد من الفلوس اللي تحت دي 73، انا حطيت على الدايرة 50 و20. 50 و20 كام؟ 70. طيب وعايز اخد 3 جنيه من اللي فوق، 1 2 3، انا كده بقى معايا كام؟ 73. هيجب ان ادفع كام؟ 73. شطار يا سنة تانية.